بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن لإمامنا النووي عليه من الله شبيب الرحمة والرضوان. قال طبعا الفصل الذي وصلنا إليه قبل رمضان: فصل، أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد بذلك رضا الله تعالى. ثم بدأ يذكر أمثلة وشواهد وأحاديث وكلاما من الصالحين والعارفين على ذلك. قال: وعن السري رحمه الله، السري السقطي هذا رجل من العارفين، قال: لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تغطي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا. يعني خلي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. انت الان اذا صليت حسنت صلاتك، انا شفت مصطفى دخل، شفت ابو معاذ دخل، والله بحسن صلاتي. طيب هذول مين؟ ابو معاذ فقير الى الله، ومصطفى فقير الى الله، ورب العالمين قال عنا جميعا: يا ايها الناس وانتم الفقراء الى الله، فلماذا أشرك مع الله غيره ومن أشركه معه هو فقير إليه. لذلك لا تعمل للناس شيئا، يعني لا ترائي ولا تترك لهم شيئا، لا تترك عملا لأجل الناس. قالوا العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك أو نفاق أو كذا. يعني المهم أنك عملت لغير وجه الله وتركت لغير وجه الله، لا تنظر إلى أحد، لا تنظر ملتفت. حتى أهل الفضل يقولوا ملتفت لا يصل. يعني إذا أنا والله بيقول بدي أسس المركز، هلا بيقولوا كذا، هلا بيمدعونا، هلا بيحكوا علينا. تركت العمل من أجل كلام الناس أو عملت من أجل الناس، كل هذا ليس لله. ما كان قلبك متوجها فيه إلى الله فهو لله. ولا تغطي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا. قال: وعن القشيري قال: أقل الصدق استواء السر والعلانية. سرك وعلانيتك، يعني أنت إذا موجودين الناس تصير عندك همة عالية للعبادة، لكن إذا كنت وحدك في البيت تتراخى وتتكاسل عن هذه العبادة، إذا ما استوى عندك السر والعلانية. لا، ينبغي أن يستوي السر وأن تستوي العلانية. أمام الناس أنت كما أنت بين يدي الله عز وجل، حيث لا يطلع عليك أحد سواه. وعن المحارس المحاسبي، حارس المحاسبي أيضا أحبابنا أحد العارفين بالله، شيخ الصوفية أبو عبد الله ابن أسد البغدادي، دير بالك أبو زيد، ابن أسد البغدادي المحاسبي صاحب التصانيف الزهدية. نعم. وعن الحارس المحاسبي رحمه الله قال: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه. يعني الرجل الصالح لا ينظر إلى الناس، لا يتعامل مع الناس، لا يتحرك بناء على بوصلة الناس، لا يرتقي بناء على مدح الناس، ولا يتراجع بناء على ذم الناس. هل تعلمون أن الإمام البخاري بفضله وعظمته وقدره مات كمدا وغيظا؟ اتهم في آخر حياته بالتشيع، بدهم يحاربوه. الإمام البخاري ما توقفت الحرب عليه لا في حياته ولا بعد مماته. لماذا؟ لأن الطعن في البخاري هو طعن في الإسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى غير ذلك من الأدلة. فالمصدر الثاني قال تعالى أيضا: لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة تبين ما جاء في القرآن الكريم. فالطعن في السنة، لما يجي واحد يقول لك أخي أنا بدي أخذ قرآن، بسموهم قرآنيون قرآنيين، إيه أنت ما بدك القرآن كله، لأنه أقيم الصلاة، كيف بدي أقيم الصلاة؟ اللي أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، الركوع، السجود، الطمأنينة، كل هذا لا يذكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال:
خذوا عني مناسككم. كيف نأخذ المناسك عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا بد من السنة. انتبهنا. قال إذا نعيد كلام المحاسب الصادق. على فكرة أنا لست من هؤلاء، يعني أنا عم أقول هذا الكلام وأتمنى أن أكون من هؤلاء. الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه. ليش من أجل صلاح قلبه؟ قال سيدي أبو عمار لأنه في حديث إن الله لا ينظر إلى صوركم، هاي الصورة الله اللي صورك فيها، ولا إلى أجسادكم، هذا الجسد الله اللي خلقه، ولكن ينظر إلى قلوبكم، فتصلح قلبك لأنه محل نظر الرب سبحانه وتعالى. قال الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مساقيل الذر من حسن عمله. هو بيعرف ان الله مطلع على العمل، فيرتبط بالله لا يرتبط بالخلق. مو بده شفتني انا اليوم صليت، هيك في بعض الناس نسأل الله العفو والعافيه، شفتني وشفتني، واذا ما حكى بلمح، واذا ما لمح. طبعا احنا ما بنسيء الظن احيانا الواحد يتكلم بقصد التشجيع، لكن في بعض الناس هيك من أجل الناس، ولا يحب اطلاع الناس على مساقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله. إذا في سيء من عمله ما بيكره، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب زيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين. أخلاق الصديقين الذين يستوي عندهم المدح والذم. مين من مين مثل مين الصديقين؟ مثل سيدنا أبو بكر الله يرضى عنه، رضي الله عن سيدنا أبو بكر الصديق، وعن الفاروق عمر، وعن صاحب الحياء والمصاهرة والنسب الشريف عثمان، وعن الشجاع المقدام أيضا صاحب النسب الشريف سيدنا علي. طيب أظن خلصت الخمس دقائق، مو هيك؟ نقف هنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك، والتقت على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبولها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بنور الإيمان بك، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. يا ربي ما أكرمتنا به وجللتنا به من نعمة لا تذهب ذلك الفضل عنا أبدا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وعضال الداء، وشماتة الأعداء، ما لا يكشف أحد غيرك يا رب العالمين. يا رب العالمين ارضى عنا رضا لا سخط بعده. يا رب العالمين ارضى عنا رضا لا سخط بعده. يا رب العالمين ارضى عنا رضا لا سخط بعده. ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم لك الحمد على ما أنعمت. اللهم لك الحمد أننا كنا جائعين فأطعمتنا. اللهم لك الحمد أننا كنا غير آمنين فأمنتنا. اللهم أطعم إخواننا في غزة. اللهم أطعم إخواننا في غزة. اللهم أطعم إخواننا في غزة. اللهم أمنهم يا رب العالمين، أمنهم بعد خوف وقع ونزل بهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم يخرجون من هذه المعمعة والمجزرة منتصرين يا أرحم الراحمين. ألهمهم رشدهم، اربط على قلوبهم، ثبت أقدامهم، سدد رميتهم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.